في البرد هنخس بجد، ده عنوان مسابقتنا الحالية وسلسلة تحدياتنا، والنهاردة التحدي الثامن من هذه المسابقة الرائعة والتي يعني ستحدث أو هتعمل معاك نتيجة كبيرة جدا جدا لو كنت طبعا من الناس اللي التزمت معانا في البداية، أو حتى اللي ناوي تلتزم معانا فيما تبقى من هذه المسابقة. فعندك التحدي الثامن والتاسع والعاشر وال11، عندك أربع تحديات إن شاء الله قادمة، فأتمنى إن أنت ما تضيعش هذه التحديات وتجمد كده يا بطل. عندك يعني هنقول بقى 6 أيام دايت، والدايت بتاعنا أو النظام الغذائي بتاعنا نظام سهل وبسيط كده ومتدلع، واليوم السابع يوم مفتوح، فأوعى تفوت هذه الفرصة. فأهلا بيكم على صفحتكم وعلى قناتكم لو نفسك تخس، اللي أنت لو لسه ما اشتركتش في هذه القناة اشترك يا بطل، ما تنساش تضغط اللايك القوي. ولو هتشارك معانا في هذا التحدي، التحدي الثامن، قول اجل قبلت هذا التحدي. هي ايوه انت عايز تبقى رشيق؟ تبقى رشيق يعني اشترك في القناه بس كده. بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بيكم، اهلا متابعي لو نفسك تخس في كل مكان. وهنبدا ان شاء الله مع بعض التحدي الثامن من مسابقتنا في البرد هنخس بجد، اللي اتمنى من الجميع الالتزام بهذه المسابقه لانها فرصه، وكل مره هقول لك ان هي فرصه ان انت تغير من نفسك في وقت قليل قوي. معدل نزول الوزن في هذه المسابقه بيكون كبير جدا، وكل ما التزمت اكتر يا بطل، كل ما اتشجعت وكل ما وزنك نزل اسرع، وبالتالي هتتشجع اكتر اكتر وهتتخلص من دهونك ان شاء الله. شوف الفرق الكبير اللي حصل لك لو انت بدات معانا من بدايه المسابقه وحتى الان، شوف الفرق الكبير اللي حصل لك، شوف التغير الكبير في صحتك. واللي اتمنى لو انت كنت بادئ معانا في البدايه يعني اكتب في التعليقات وقول ما مدى التاثير عليك حتى الان من التاثير الصحي الجيد على لصحتك مع التزامك بهذه الأنظمة. ولو طبعا يعني انت لسه اول مرة تشوفنا واول مرة تتابعنا، فتقدر تبدأ معانا من التحدي الثامن، مش شرط تبدأ من اول تحدي، لا ابدأ على طول من التحدي الثامن، علشان احنا مكملين في تحدياتنا طول السنة، وحتى لما هنيجي على شهر رمضان ان شاء الله هنلاقي عندنا التحديات بتاعت شهر رمضان، فتتشجع معانا وتبدأ. بدون مطول عليكم يلا بينا بقى نروح نشوف شرح التحدي الثامن اللي انت لو هتشارك معانا فيه ما تنساش تضغط اللايك القوي، وكمان تقول قبلت هذا التحدي. يلا بينا نروح نشوف شرح التحدي الثامن. اهلا بيكم ابطالنا، ابطال لو نفسك تخس، ويلا بينا بقى علشان نشرح التحدي الثامن من مسابقتنا في البرد هنخس بجد، المسابقه اللي كان مدتها 11 تحدي وفات منها 7 تحديات، ويتبقى لنا يعني التحدي الثامن والتاسع والعاشر وال11، يعني 4 تحديات. التحدي ده من يوم 18 فبراير وحتى يوم 24 فبراير، فهنيئا لمن التزم في التحديات اللي فاتت. واتمنى الناس اللي لسه جديده معانا ان هي تبدا معانا من التحدي الثامن على طول علشان تستمر معانا ان شاء الله حتى بدايه شهر رمضان وتستكمل معانا المسيره ان شاء الله. تعالى بقى تنويه مهم قوي، لو انت عندك اي مشكله صحيه لازم ترجع لطبيبك فورا، يعني تعرض عليه النظام قبل ما تبدا، علشان خاطر لو بتاخد ادويه او بتاخد اي علاج فتبتدي ان انت تشوف هل العلاج ده مناسب، وبتكلم على الادويه العلاجيه لناس بقى عندها ضغط عندها سكر الكلام ده كله علشان يناسب الجرعات مع الأنظمة الغذائية الصحية. ده طبعا نبدأ بنظام جميع الأوزان والتحدي الثامن. وطبعا زي ما انت شايفين كده، أو لو انت جديد معانا وعايز تعرف النظام بتاعنا عبارة عن ايه، النظام بتاعنا بكل بساطة هو بيعتمد على كمية الكارب في النظام، أو يوم بيوم، وجبة بوجبة، وهكذا. النظام بتاعنا سهل متنوع، هتلاقي فيه اختيارات كتيرة جدا جدا، هتلاقي بعض الأيام في بعض الوجبات فيها نشويات، البعض الآخر مفهوش، ولكن البروتين والخضار ثابتين على طول الخط. هتلاقي في احيانا في وجبات فيها نشويات وجبات لا، ايام فيها نشويات ايام لا، وهكذا. ولكن النشويات ما بنمنعهاش على المطلق علشان ما تاثرش عليك بشكل سلبي، وبالتالي هتلاقي عندك في تغيير في المقاسات، تغيير في الميزان بشكل مستمر، حتى لو وزنك ثبت لبعض الوقت الى ان الدهون بتنزل على
طول، وده يعني نتيجة ان انت بتلعب مع الجسم بكمية سعرات مختلفة على مدار الايام، وبالتالي الجسم بيقدرش يوصل للشفرة بتاعت الانظمة فيبتدي يتخلص من دهونه بسبب الانظمة الغذائية الصحية المتوازنة. اليوم الاول من التحدي الثامن، ونبدأ بنظام جميع الاوزان. 4 اختيارات لتنشيط الحرق. الفطار عندنا زي ما انت شايفين كده في كمية النشويات او نص كمية النشويات مع البروتين والخضار. طيب دايما بنقول لك يعني ايه كمية النشويات كاملة؟ يعني لما نقول لك مثلا نص رغيف بلدي او نص رغيف حبة كاملة، ده كمية النشويات كاملة. اما نقول نصه اللي هو الربع خبز حبة كاملة، ده معناها ان انت يعني بنقول لك ان ده نص كمية النشويات، عشان بس نبقى متفقين مع بعض. النظام بتاعنا بيتقسم 3 اقسام، او اللوحة اللي بتظهر قدامك دي او الورقة اللي بتظهر قدامك دي بتتقسم ل3 اقسام. القسم الاولاني بيكون فيه التاريخ زي ما انت شايف، واليوم، وعند بقى تنشيط الحرق. يعني ايه تنشيط الحرق؟ بكل بساطة كده 4 اختيارات او اختيارين، احيانا في اختيارين ولكن النهاردة في 4 اختيارات. ده علشان لو انت عايز تفطر بدري حاجة سريعة كده، سريعة بالسرعة، بدون ما انت مثلا يعني ايه نقول بقى مش فاضي تحضر الفطار بسرعة، فانا محتاج ان انت تفطر بسرعة. هل الفطار بدري ده بيأثر عليه بشكل ايجابي؟ طبعا بيأثر عليه بشكل ايجابي، لان ده بيدي للجسم باور من البداية ان هو طاقة علشان يحرق وهكذا. ما تسمعش كلام الناس اللي ممكن تقول لك لا اوعى تاكل بدري ده هيأثر، لا بالعكس، ده انت لما هتفطر بدري كل ما الجسم هيحرق افضل، كل ما ياخد العناصر الغذائيه بتاعته بدري، كل ما هيقوي الجسم، هيدي لك طاقه، بدل ما انت مثلا اخدت مثلا 3 تمرات، كل تمرايه ب 26 سعر حراري او 25، يعني لا يتخطوا ال 75 سعر حراري، هتلاقي ان انت حرقت قصادهم اكتر من كده، لان يبقى عندك الطاقه ان انت تحرق اكتر من كده. مع الفطار بقى تبتدي تعزز من قوة جسمك. الفطار اختار بند واحد من البنود التالية. الغداء عندك بقى هنا بيقول ايه؟ ممنوع النشويات. معنى كده هناخد بروتين وخضار فقط. كل الوجبات بتاعتنا لازم يكون فيها بروتين وخضار. احيانا بقى فيها نشويات، احيانا لا. العشاء بيكون عندنا اهو زي ما انت شايف كده، في اليوم ده عندنا نص كمية النشويات في العشاء، نص كمية النشويات مع البروتين والخضار. وقلت قبل كده ان لو عندك نشويات في العشاء وما بتحبش تاخد النشويات في العشاء، تقدر تبدلها وتوديها للغدا، مفيش مشكلة. التعليمات احيانا بتكون هنا في الجزء الثالث، واحيانا بتكون هنا على حسب بقى المكان المتاح لينا، وهتلاقي هنا التعليمات من 8 ل 12 كوب على مدار اليوم. اوعى تشرب المية مرة واحدة وتقول ايه ده انا نسيت اشرب مية طول النهار خلاص فانا هاخد ال 12 كوباية. اوعى تعمل كده، ممكن يجي لك تسمم مائي، ده غلط، مش هتستفيد والجسم مش هيستفيد، لازم المية توزعهم على مدار اليوم. المشي مهم قوي والحركة مهمة قوي، سواء بقى انت لو انت عندك مشكلة صحية ومش قادر تتمشى، ممكن تحرك ايديك عادي خالص وانت قاعد مكانك. ناس قاعدة قدرت ان هي تتغير بالنظام الغذائي فقط، مفيش مشكلة، ولكن انا بقول لك المشي برضو لو انت عندك القدرة ان انت تمشي واستطاع ان انت تمشي فده هيفرق معاك بشكل كبير. تناول صحن شوربة الخضار عند الجوع مهمة جدا 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 يا ابطال، واحرص على تناول خضروات خلال اليوم مهمة جدا. لو انت عايز بقى بشرة جيدة، عايز تحافظ على مفيش ترهلات، مفيش اي حاجة من دي، هتفرق معاك بشكل كبير جدا جدا. طبعا العشاء زي ما انت شايف، والوجبات الخفيفة. طبعا يعني ايه وجبات خفيفة علشان تبقى فاهم؟ طبعا احنا كده الاختيارات او الانظمة بتاعتنا او الوجبات بتاعتنا بيكون في كلمة او، صح كده؟ او اهي، او صح كده. طيب انا بقى لو انا يعني هنا مش مكتوب او، ده يعني تاخد كل اللي موجود تحت الوجبات الخفيفه. يعني في الوجبات الخفيفه بتاعتك حبه متوسطه من البطاطا الحلوه 75 جرام قبل الطهي، 2 كوب حليب خالي الدسم، 2 جزر، 2 حبة طماطم، 2 حبة بصل، 1 حبة بتنجان، معلقه طعام زيت زيتون. شوف كل الكلام ده انت هتاخده معاك. طب اخده ازاي؟ ممكن اكله كده ولا ممكن اطبخ بيه؟ ممكن تطبخ بيه، ممكن تاكله كده، ممكن تجمعه بالليل لو انت بتجوع بالليل زي ما انت حابب وزي ما انت عايز. دي الوجبات الخفيفه بتاعتك اللي بتكون مع الوجبات الرئيسيه. عندك 3 وجبات رئيسيه ومعاهم وجبات خفيفه، وزعهم على مدار اليوم، جمعهم في وقت واحد، اطبخ بيهم براحتك خالص، مفيش مشكله. تعال نسرع شويه بقى نبتدي نشرح ده اليوم الثاني زي ما انت شايف كده من نظام جميع الاوزان. 4 اختيارات لتنشيط الحرق النهارده. بص في الفطار مفيش ممنوع النشويات، هتلاقي بروتين وخضار فقط. اما الغداء فرجع فيه النشويات، امبارح ما كانش فيه نشويات، النهارده رجعت النشويات، فعندنا بروتين. وطبعا زي ما انت شايف برضو البروتين احيانا بيبقى فيه لحوم حمراء واحيانا لا،
يعني احيانا بيبقى هنا البروتين متنوع اكتر، وطبعا اللحوم الحمراء ليها دور مهم، ولكن كثرتها بتكون مش كويسه مش لطيفه معانا. فبتلاقي ان احنا احيانا بنجيب اللحوم الحمراء في النظام بتاعنا واحيانا لا. النشويات زي ما انت شايف، وطبعا البروتين ما ينفعش ان انا انوع في الوجبه الواحده، ما ينفعش اخد حته لحمه مع حته فرخه، لا خد نوع واحد فقط، يا لحوم يا فراخ فقط، ما ينفعش ان انا انوع. طبعا عندك اختيارات للحاجات، ممكن زي ما قلت قبل كده البروتين، ممكن اللحوم الحمراء عندنا في مصر مثلا غاليه دلوقتي، لكن في بعض الدول اللحوم الحمراء ارخص من الجبنه القريش عشان كده، او الجبنه مثلا او البيض. فبالتالي هتلاقي مثلا ان في بعض الناس عندهم البيض شاحح لكن اللحوم الحمراء عندهم بكثره وهكذا. فاحنا بنخاطب برضو بنعمل تنوع في الانظمه علشان ناس كتير جدا يبقى عندها المتاح ليها والبروتين المتاح ليها. النشويات زي ما انت شايف كده عندك بقى كميه من الاختيارات كتيره جدا، ما بين البطاطس ما بين العيش ما بين الفريك البرغل الكسكسي الكينوا الرز المكرونه، كل الانواع تقريبا من النشويات. الخضار زي ما انت شايف كده عندك بقى الخضار، وطبعا عندنا في التعليمات بعد شويه هنقول لك على كميات وجداول الخضروات مهمه جدا. العشاء زي ما انت شايف بدون نشويات بروتين وخضار فقط. الوجبات الخفيفه هنلاقي عندنا ثمره فاكهه مع باقي الوجبات الخفيفه الاساسيه اللي بتبتدي بكوبايتين الحليب الخالي الدسم. التعليمات الميه مهمه، المشي الحركه الكلام ده كله. يلا بقى نكمل. وده اليوم الثالث زي ما انت شايف كده، عندنا اليوم الثالث فيه اختيارين فقط لتنشيط الحرق. الفطار فيه ثلاث ثمرات فاكهه نفس النوع، ما ينفعش ان انا انوع فيهم، ثلاثه مثلا، ثلاث برتقالات، ثلاث تفاحات، اربع شرايح اناناس، هو ده بقى ايه، يبقى نوع واحد فقط. طبعا الغداء زي ما انت شايف كده نص كميه النشويات مع البروتين والخضار. العشاء بدون نشويات والوجبات الخفيفه الاساسيه. ونروح لليوم الرابع من نظام جميع الاوزان زي ما انت شايف كده، اربع اختيارات لتنشيط الحرق. الفطار عندك هنا هو النص كميه النشويات مع البروتين والخضار وثمره الفاكهه. والغداء ممنوع فيه النشويات، العشاء ممنوع فيه النشويات. تعال بقى لليوم الخامس من التحدي الثامن زي ما انت شايف كده، اختيارين فقط، ممنوع النشويات في الفطار، ممنوع النشويات في الغداء، ممنوع النشويات في العشاء. زي ما انا قلت قبل كده ان في بعض الايام هيكون ممنوع فيها النشويات، هل ينفع اخد نشويات في هذه الايام؟ ممنوع، وده هتلاقيه مكتوب هنا، ممنوع تناول النشويات في هذا اليوم. ليه بنعمل كده؟ بنلعب مع الجسم، ولكن ما ينفعش ان انت زي بعض الأنظمة اللي بتستمر عليها فترة طويلة من غير نشويات فترجع تاني تاكل طبيعي او تاكل في العادي خالص تلاقي جسمك بيزيد بشكل سريع. لا، احنا بنعمل ايه؟ بنمنع النشويات يوم او اتنين خلال الاسبوع فقط، ونرجع تاني النشويات بكميات قليلة، نزود الكميات وبعد كده نرجع نقللها تاني وهكذا. ده اللعب مع الجسم، اول حاجة اللي تدي لك نتيجة كويسة وتفضل يعني النتيجة يعني موجودة لفترة طويلة. نفس الكلام هنا، ولكن هنا بقى عندنا البروتين متنوع، ثلاث وجبات بدون نشويات، ولكن البروتين هنا هيكون متنوع. امبارح او اليوم اللي قبله البروتين بيكون خفيف بدون لحوم حمراء، هنا هيكون فيه لحوم حمراء من ضمن الاختيارات. اليوم السابع طبعا وجبه مفتوحه في الفطار، وجبه مفتوحه في الغداء، والعشاء بدون نشويات. وجبه مفتوحه يعني انت ممكن طبعا لو انت بتعرف تحسب سعراتك الحراريه ممكن تجمع سعراتك الحراريه او تشوف سعراتك الحراريه ايه وتاكل على مدار اليوم. ولكن لو انت بقى يعني مش حابب تحسب سعراتك الحراريه وتوجع دماغك، عندك تاكل الفطار اللي نفسك فيه، تصوم بعديه خمس ساعات، تشرب ميه، بس قبل ما تحس بالشبع كده وقف اكل عشان معدتك تكون امتلأت. زي الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. فانت اول ما تحس ببدايه الشبع وقف اكل. الغدا نفس الكلام، والعشاء يكون وجبه خفيفه. تعال بقى نروح لنظام المرضعات والتحدي الثامن زي ما انت شايف كده، هيكون من يوم 18 ل 24، ونظام سهل جدا، بيكون في بعض الاضافات الزياده في الوجبات الخفيفه. الايام احيانا بتكون مختلفه شويه عن النظام جميع الاوزان، ولكن زي ما انت شايف كده دي الجزء بتاع الفطار، الغداء، العشاء، والوجبات الخفيفه. هتلاقي في اضافات في الوجبات الخفيفه، او هتلاقي يا ست الكل بقى عشان المرضعات دي سيدات. واليوم الثاني زي ما انت شايف يا ست الكل 19 فبراير، اليوم الثالث، اليوم الرابع مرضعات، واليوم الخامس من التحدي الثامن مرضعات، واليوم السادس واليوم السابع عندهم وجبتين مفتوحين ايضا. نظام الاشبال نفس نظام المرضعات مع اختلافات بسيطه، ولكن احنا عملنا نظام الاشبال علشان يكون خاص بالاشبال كنوع من التحفيز. ما ينفعش ان احنا نقول نظام المرضعات كنا بنعمله كده زمان، نظام المرضعات والاشبال ونعمل بعض التعديلات، ولكن فصلناهم ده بناء على طلب الاشبال. احنا عايزين نظام لوحدنا، عنايه ليكم. وطبعا ده زي ما انتم شايفين كده عندك اهو الانظمه بتاعه الاشبال بلون مختلف برضو. اليوم الثاني، الثالث، اشبال، الرابع،
الخامس والسادس أشبال، وده اليوم الأخير من الأشبال. تعال بقى نظام الأطفال، وده نظام استرشادي. نظام استرشادي سهل كده وبسيط ولذيذ علشان نشجع بيه الأطفال بتاعنا، ويعني هنلاقي إن إحنا عندنا طبعا الأيام زي ما أنت شايف برضو عندهم يعني نص كمية النشويات في الفطار، الغداء نص كمية النشويات، والعشاء بدون نشويات. اليوم الثاني هنلاقي عندنا زي ما أنت شايفين كده النشويات أكتر شوية، اليوم الثالث، اليوم الرابع، اليوم الخامس، واليوم السادس، واليوم السابع للأطفال. طبعا يعني ده نظام استرشادي تقدر ان انت تشجع بيه طفلك، او تقدر ان انت يعني تمشي عليه كده، يعني ايه الدنيا تبقى لطيفة معاه. تعال بقى نروح لجداول التعليمات. جداول التعليمات ودي بقى 10 تعليمات مهمة قوي، اتمنى ان انت تقراها، انا كل مرة بقراها لك، ولكن اهمها المية، النوم بدري، الحركة، الخضار تتناوله على مدار اليوم، تبعد عن الميزان، شوية حاجات تعليمات كده حاول تقراها، ولو انت فعلا عايز تحرق او عايز جسمك يحرق بشكل كبير جدا. دول 6 حاجات لو انت عملتهم صدقني كلهم مرتبطين ببعض علشان تنشط الحرق بتاعك بشكل كبير جدا. بداية من المية، النوم، الحفاظ على جسم، الامساك، اليوم المفتوح تهتم بيه، الحركة، الالتزام بالنظام الغذائي، كل الحاجات الستة دي مرتبطة ببعض، وما ينفعش ان انت تفصل حاجة منهم، لان لو فصلت حاجة منهم يعني اليوم المفتوح ده بيرفع الحرق بتاعك وكمان بيحافظ على الجسم من الامساك. الحركة او الرياضة قدر المستطاع دي برضو بتساعد على تحفيز ورفع الروح المعنوية، بتخلي ان الجسم وحركة الامعاء كويسة، الدنيا ماشية معاك تمام، وحاجات كده كتير كويسة قوي. فاحرص دايما على ان انت يعني تحافظ على الحركة قدر المستطاع، حتى لو حركة جوه البيت مفيش مشكلة، الالتزام بالنظام الغذائي كما هو بدون زيادة او نقصان، النوم بيحافظ على الجسم الهرمونات، بيريح عضلاتك، بيخليك ان انت تبدأ يوم جديد بكل قوة وكل طاقة. ده طبعا جدول كده او دي خطة كده كنا قلنا عليها قبل كده، ويعني لو الناس بتصحى من بدري من الساعة 5:30 تعمل ايه؟ تاخد معلقة العسل وكوباية المية او كوباية الحليب مع 3 تمرات، تلعب رياضة، بعد كده ترجع تفطر، وبعد كده تشرب مشروب سخن، وهكذا. يعني كده خطة ممكن بالوقت. طبعا دي الفواكه المسموحة كلها، ودي بقى ما يعادلها زي ما احنا قلنا كده في اليوم اللي فيه ال3 ثمرات متشابهين، هنلاقي عندنا 2 شريحة تعادل ثمرة فاكهة، اما 4 شرائح من الاناناس تعادل الوجبة كلها. الموز قد ايه؟ نص حبة من الموز، برتقان، الكلام ده كله. دي ممنوعات الفاكهة، ودي قائمة بدائل الخضروات المسموحة عشان برضو تبقى واخد بالك منها، ودي بدائل النشويات برضو عشان تاخد بالك منها، ودي بدائل البروتين طبعا بالكميات قد ايه. بص على ان يتم الشوي بطريقة سنجاري بدون زيوت، ده السمك البوري مثلا، يعني كل حاجة مكتوبة بدقة. والبروتين النباتي تاخد منه 2 مرات في الاسبوع. والمشروبات، ودي الممنوعات الدايمة اللي الناس بتشتكي منها، ولو انت بصيت عليها وركزت فيها كويس قوي هتفهم اني مثلا ليه المياه الغازية بجميع انواعها سواء عادية او دايت غير صحية، وتسبب احتباس السوائل زي سعرات حرارية عالية، مهم جدا تعرف الحاجات دي. الممنوعات المؤقتة بس. وبكده نكون انتهينا ابطال من شرح سريع للتحدي الثامن اللي بتمنى ان انت تشترك معانا فيه ان شاء الله. ولو وصلت لنهاية الفيديو فانا بشكرك على اهتمامك بهذه الفيديوهات الحماسية التشجيعية، وهذه الفيديوهات اللي هتساعدك ان شاء الله ان انت تغير من نفسك ومن حياتك، فجزاك الله خيرا. وما تنساش تشترك في هذه القناة لو انت متابعنا على قناتنا على اليوتيوب لو نفسك تخس، او تعمل فولو لصفحتنا على الفيسبوك لو نفسك تخس، لو انت متابعنا على صفحتنا على الفيسبوك لو نفسك تخس. وكمان هيوصلك نظام يوم بيوم ان شاء الله علشان تتشجع ان شاء الله. وتحياتي ليكم، وطبعا لو هتقبل معانا هذا التحدي ما تنساش تقول اجل قبلت هذا التحدي وتضغط اللايك القوي. تحياتي ليكم، ونلتقي ان شاء الله في التحدي رقم 9 ان شاء الله على بركة الله، فنلتقي على خير. وتحياتي ليكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ضيعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسهل الطرق للوصول لأنظمة لو نفسك تخس، أولها تطبيق لو نفسك تخس اللي تقدر تحمله من على جوجل بلاي، واللي هيجيلك إشعارات بشكل يومي من التطبيق علشان تشجعك، وكمان تقدر تدخل جوه التطبيق علشان تشوف نظامك يوم بيوم وكمان جميع الأنظمة. ولو ما عندكش أندرويد ادخل على موقعنا الرسمي لو نفسك تخس، واشترك في قناتنا على اليوتيوب لو نفسك تخس اللي فيها كل الفيديوهات التشجيعية والحماسية وكمان المعلومات المهمة جدا، وادخل على قناة مطبخ لو نفسك تخس لو نفسك في أكل صحي رائع جدا جدا وبأسهل الطرق. وكمان تابعنا على الفيسبوك
صفحة لو نفسك تخس الرائعة مع فريق عمل قوي جدا هيشجعك ويقويك ويدعمك خلال رحلة التغيير. وادخل على انستجرام لو عندك حساب على الانستجرام هتلاقينا برضو هناك، وبنشجعك وبنقدم لك النظام بشكل يومي من خلال الانستجرام. اما لو عندك تليجرام فهتلاقينا برضو، وهتلاقي قناة لو نفسك تخس على التليجرام اللي هتشجعك واللي هتوصلك المعلومات بشكل يومي. اما تويتر فهتلاقينا برضو على تويتر بنشجعك وبنقدم لك النظام.